نصيحة للشباب والصبايا، لكل اللي بسمعنا، يا جماعة انتبهوا، خصوصا بالفترة اللي احنا عايشينها هاي، انتبهوا مما يسمى الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي الآن الـ WHO ومنظمة الصحة العالمية معتبريته مرض، خلاص سجل كمرض. وبالتالي فكرة الضغوطات النفسية اللي احنا عايشينها عم تولد أو بتخلينا نوصل بشكل تدريجي ومن غير ما نحس إلى ما يسمى بالاحتراق النفسي. هذا الاحتراق النفسي يمكن أنك أنت تعرف تتعامل معه إذا كنت أولاً واعي له، وثانياً عارف أسبابه، وثالثاً عارف لما يواجهك شو تعمل. اليوم محاولتنا لإثبات ذاتنا، خصوصاً لما يكون عندنا أدوار مختلفة، يعني مثلاً أنا زوج، أنا أب، أنا موظف بدي أشتغل وأجيب لقمة عيش لأولادي، أنا صديق، القيادة في الشوارع، التعامل مع الناس، أكثر من دور، والحياة بسمومها وأخبارها السيئة. هاي الضغوطات النفسية اللي نحن بنعتقد أنه يعني عادي ضغط نفسي، هاي بتتراكم ومع الوقت بتوصل لمرحلة بصير معك ما يسمى الاحتراق الذاتي. وهون عندك طريقين، إما أنك تروح على الاكتئاب، وإما أنه يأثر عليك بتأثيرات أخرى جسدية وتخلي لا قدر الله. عم نسمع فيه شباب عم بيموتوا بسبب الضغط النفسي، يعني هذه قضية في غاية الخطورة. نحن زاد الضغط النفسي علينا، وأصبحت مصادر الانبوت المعلومات اللي عم تجينا بسبب وجود السوشيال ميديا، كمية السموم اللي عم تجينا يوميا كبيرة جدا. فكيف أوازن خصوصا ما بين حياتي المهنية وحياتي الشخصية؟ لقمة العيش صارت صعبة، كيف أقدر أوصل لهذا التوازن وأنظم حياتي من أول وجديد؟ أنا شخصيا إن شاء الله يوم السبت والأحد راح يكون عندنا كورس عن الوصول إلى التوازن ما بين الحياة المهنية والحياة العملية، وستكون هناك استراتيجيات. أولا أعلمك يمكن أو أوعيك لما هو الاحتراق النفسي وما هي مراحله، لأنه له مراحل، ومن ثم كيفية التعامل معه، وبعدين كيفية تنظيم وقتك للوصول للاتزان. لا تخلي شيء يكون على حساب شيء، وفي النهاية أي شيء بتعطيه كل نفسك في النهاية رح يوصلك مرحلة أنك رح تندم، لأنك أكيد حتضيع شيء آخر. تعاملك مع هذا الندم بيفرق بين شخص وآخر. نحن بدنا نحاول نوصل إلى أقرب نقطة للاتزان وليس الكمال، الكمال لله. هذا كله إن شاء الله من خلال ورشة عمل ستمتد ليومين، السبت والأحد القادمين 14-15 سبتمبر. الناس اللي اوريدي سجلت معانا حياكم الله، كن حريصا انك توصل لمجموعة الواتساب الخاصة بهذه الورشة تحديدا، مش اي واتساب، الواتساب الخاص. لذلك تواصل معنا، راح تلاقي اذا حضرتك سجلت راح تلاقي في وصف الفيديو او في اعلى الفيديو او في البايو راح تلاقي رقم الواتساب الخاص في فريق عملنا. اللي حاب يسجل حيا الله، راح نترك الروابط، واللي حابب يعرف اذا كان في وكيل في بلده ايضا راح نترك رابط للواتساب. اوعى انتبه، بنزعل لما بنسمع انه في ناس كانت تضحك وكانت مبسوطه وكانت وفجاه انسحب وانعزل وصار كانه هموم الدنيا كلها فوق راسه، او لا قدر الله لما نسمع انه انسان يا حرام حط راسه نام ما صحيش. الاعمار بيد الله، وهذه اقدار في النهايه، يعني اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون. لكن انا كل المطلوب مني اني ادير بالي، لانه ربنا اعطاني امانه، وهي الامانه أهم إشي فيها إنك تعرف شيء مهم. الإنسان يعيش مرة واحدة، أنا ما بآمن بهالقصة، أنا بآمن بإنه الإنسان يموت مرة واحدة، لكن كل يوم يستطيع أن يعيش. ففي انتظاركم إن شاء الله. الورشة هذه حاليا بسعر مميز جدا، يوم الجمعة القادم سينتهي هذا السعر. فأهلا وسهلا بالجميع، السلام عليكم.